ايه حسونة، ما قفلتش الحنفية ليه بعد ما شربت؟ ونقفلها ليه؟ هي المية هتخلص ولا يعني هتخلص؟ ايوه هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. وبعدين المية على طول موجودة في الحنفية، عمالة ترخ في الحنفية، وكمان نهر النيل عندنا مليان مية. ايه؟ ما هو علشان تفضل موجودة لازم نحافظ عليها وما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي يحسونا. ايه بكار، ايه هو في ايه؟ بص حواليك كده. ايه ده؟ معقولة؟ مش أنا لوحدي اللي بسيب الحنفية مفتوحة، ولا انت كل حاجة يحسونا اقفل المية. ايه؟ حرام، المية دي ثروة كبيرة. قصدك زي الذهب يعني ولا ايه يعني؟ ها ايه؟ لا طبعا، المية دي اغلى من الذهب يا حسون. اغلى من الذهب ازاي يا استاذ؟ طبعا احنا ممكن نعيش من غير الذهب، لكن مش ممكن نعيش ابدا من غير المية. تعرف تعيش من غير المية يا حسونة؟ لا يا بكار، انا عارف قيمة المية كويس. بنشرب مية وبنستحمى بالمية وبنطبخ الاكل بالمية. امال ما بتحافظت عليها ليه وتكفي الحنفية بعد ما تشرب يا حسوني؟ ما هي المية كتيرة قوي قوي وعمرها ما هتخلص يا استاذ. وفي ايه؟ لو كل واحد فينا ساب الحنفية مفتوحة زيك كده يا حسوني، المية هتجل، ولا قدر الله ممكن يحصل جفاف وما نلاقيش مية. ما تقلقش امال يا استاذ، المية كتيرة مش هتخلص ابدا. لا ده انت عايز لك حصة يا حسوني، بكرة إن شاء الله في الفصل هنكمل كلامني عن قيمة المية. هو في حد يعمل كده؟ المية 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 يا جماعة المية. خليك انت طول اليوم جنب الحنفيات كده هو. جوي كده، ده حتة جون. لا يا حبيبي، ده سبع جون وانتو صفر. بصراحة حسونة حريف في الكورة جدا. مش في الكورة بس، وفي حاجات كتير كمان. امال همام وفارس راحوا فين؟ اهم بيشربوا هناك. هاني كمان عطشت جوي جوي من كتر اللعب. تعالى نشرب. يلا بينا. هات الجزاز اشرب يا همام. ما قلتش ليه؟ ده المية خلصت، ما كنتش اعرف انك عطشان يا حسونة. واني كمان خلصت الجزازة بتاعتي. ما فيش مشكلة، في حنفية قريبة من الملعب، تعالوا نملى الجزايز. طب يلا يلا، احسن اني عطشان قوي. المية في الحنفية دي بتكون متلجة. ايوه عارفها. طب يلا نلعب شوية على ما ترجع الموية تاني. هاني مش قادر ألعب واني عطشان. كفاية لعب، يلا نروح. واني هروح اشرب من البيت واكل كمان، ونتقابل اخر النهار نكمل لعب. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. المية قطعة من الصبح يا ولدي. لا انتوا اكيد بتصوروا الكاميرا الخفية وبتشتغلوني. مش فاهمة ايه كاميرا خفية دي.
بقول لك مفيش في البيت ولا نقطة مية، كلها شوية وتيجي. ولا حتى كوباية مية صغيرة اشربها. ولا نقطة خالص. معلش استحمل. يعني هفضل عطشان كده؟ يو. طب خد الجيركن ده وملهم الكولدير اللي في الناحية التانية. مع اني مش بحب اعمل مشاوير، بس ماشي، اصلني حموت من العطش. بيقولوا ان المية قاطعة في البلد كلها ومش هتيجي غير على بالليل. لا، داني سألت في شركة المية، قالوا لي دي ماسورة انكسرت وعملة مشكلة كبيرة وممكن ما تجيهش غير بكرة. ايه ده بقى؟ احنا هنهزر وليه؟ فين المية يا جدعان؟ حسونا عطشان يا جدعان. الله الله، صابونة ومية، يبقى على طول لعب بالرغاوي. يا خبر يا حسونة، حد يعمل كده في المية؟ معقول؟ حتى جردل المية اللي بينفعنا لما المية تقطع لعبت فيه بالصابون يا حسونة؟ ادلو بيها واملي غيرها يا أمي. معقولة يا حسونة ببساطة كده؟ هو انت مش عارف قيمة المية يا ولدي؟ يا دي المية يا أمي، المية ما هي كتيرة خالص اهي، ودايما موجودة. أمي كان عندها حق، والأستاذ وبكار، أنا فعلا ما كنتش عارف قيمة المية، لكن مش مشكلة، شوية كده وترجع تاني، واني مش هبقى استخدم مية كتير زي الأول، أشرب وبس، وهبقى اقفل الحنفية، أو يعني هحاول أعمل كده. هحاول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هوي يا عم جردوني. هوي يا حسونة. مالك يا عم جردوني؟ انت زعلان لي؟ يعني مش عارف، نهر النيل ميته قلت وقل معاها السمك خالص. مفيش سمك؟ معقول الكلام ده؟ يعني لو مفيش مية يبقى مفيش سمك؟ طبعا السمك حياته في المية يا حسونة. يا خرب بيتك يا شناوي. في ايه بس يا عم شناوي؟ مالك انت كمان؟ مصيبة، كارثة، حاجة تانية غير موضوع المية؟ لا، هي المية. الزرع نشف والأرض شققت من قلة المية يا حسونة، مش هنعرف ناكل. يا جدعان مش هينفع كده، كل حاجة باظت وانا هموت من العطش. ايه ده؟ داني غبي قوي، ما اروح اشتري مية معدنية. بس يا حسونة اسكت، أحسن حد يسمعك ويخلصوا المية المعدنية ويشتروا كل الجزايز. خد يا عم عادل، هاني عاوز إزازتين مية كبار سجعين قوي قوي وبسرعة. إزازتين إيه؟ المزاد خلص خلاص. مزاد إيه؟ بقول لك عاوز مية يا حبيبي. آخر إزازة مية عملنا عليها مزاد، واللي دفع أكتر كسب وأخدها. هو الموضوع وصل لكده؟ طب ودي خدها بكام؟ بخمسمية وسبعين جنيه. إيه؟ ليه؟ يعني إيه؟ مش كنت أقفل الحنفية أحسن؟ أني عطشان. بق مية، أني حسونة صاحبكم عاوز أشرب طبابيل شفايفي. ها؟ إيه ده؟ مية؟ إيه ده؟ أني كنت بحلم. أعوذ بالله، ده كان كابوس. الحمد لله.
دي المية دي طلعت نعمة بجد، دي فعلا ثروة وغالية، دي أغلى من الذهب. يلا يا حبيبي يلا يلا منك ليه، كل واحد يخلص شربه ويقفل حنفيته ويجرت عليها جامد ويتأكد إنها ما بتنجدش ولا نكتة واحدة، فاهمين؟ هو حسونا مال ايه يا همام؟ اقفل الحنفية لغاية ما تخلص كلامك. ما انا لسه هشرب. اقفل بقولك يلا. ايه اقفل. حاضر حاضر اهو.